أميرة ربحتي معنا أن يكون عندك لقاء رومانسي وسهرة رومانسية مع أحد الشباب اللي موجودين معنا، وبدي أطلب منك هلأ تنقي شاب. أيمن. أيمن؟ ردك يا أيمن. ردك شو؟ ما نوافقش. ما بتوافق على العزيمة؟ ميرسي. ليه؟ لازم تختار شاب من الشباب الآخرين. مش أنت. على كل حال ما رح نروح كثير بافكارنا لبعيد، اميره ريتشارد جير وجورج كلوني مشغولين يعني كمان ما رح نحكيهم لالهم، رح نتوقف للحظات مع بريك قصير ومن بعده منتابع سهرتنا.